صدق وزير الداخلية محمود توفيق على تخريج دفعة جديدة من معاون الأمن، وقد أقيمت احتفالية لتخريجهم تم خلالها استعراض عدد من البيانات العملية التي تعكس ما تلقاه الخريجون خلال فترة دراستهم وفقا لبرامج تدريبية متطورة. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاون الأمن بإجمالي 3161 طالباً و287 طالبة. وقد تم إعداد الخريجين وفقاً لبرامج تدريبية متطورة تهدف إلى صقل مهاراتهم وإعدادهم بدنياً وانضباطياً وثقافياً وعلمياً. وتهدف سياسة وزارة الداخلية الارتقاء بالمستوى التدريبي لمعاون الأمن ليواكب التطور التدريبي والبرامج التدريبية المطبقة بكلية الشرطة لتحقيق التكامل في الفكر التدريبي وتوحيد المفاهيم التدريبية، وبما ينعكس على التطور في أداء العنصر البشري بالوزارة، ويؤدي إلى تناغم والانسجام في الأداء الأمني بين ضابط الشرطة ومعاون الأمن عند تنفيذ المهام الأمنية المتنوعة. كما تم تدريبهم على المواقف الأمنية التي تتناسب مع الواقع العملي وكيفية التصدي للطوارئ والمستجدات، وهو ما ظهر جلياً خلال البيانات العملية المتنوعة التي أداها الخريجون من طلبة وطالبات معاون الأمن في احتفالية تخرجهم. التدريبات شملت أيضاً تنمية مهاراتهم في مجال التكنولوجيا لمسايرة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وإنشاء مدن ذكية، وبما يتسق مع ما تسعى إليه وزارة الداخلية نحو إعداد رجل شرطي عصري قادر على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها. تلك الدفعة الجديدة من معاوني الأمن المسلحة بالعلم والانضباط تمثل دماء جديدة تضخ في شرايين الشرطة المصرية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة كافة المستجدات الأمنية، وبما يتواكب مع التطور والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.